سادات يا نساء سادات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ معاكم محمد زازا جيم شفيش توك وحلقة جديدة. كان في كام فكرة كده عندنا إن إحنا عايزين نصور جوه الأحواض، ويعني تصوير تحت المية تحديدا. ف لأن الحاجات اللي تقدر تساعدنا في الموضوع ده حاجة اسمها أكشن كاميرا، دي بتتحمل ضغوطات عالية تحت المية، بتصور تحت المية بمنتهى الأريحية. فاحنا دورنا على براند كويس ان هو يقدر يساعدنا في الفكرة دي، في نفس الوقت ما تكونش غالي. هي أعلى حاجة في الموضوع ده جو برو، ودي تعمل تقريبا 5000 جنيه مصري، يعني احنا بنتكلم في 250 دولار تقريبا، وده رقم كبير لحد ما. فكان قدامي اوبشنز تانية، فدلوقتي في حاجة تقريبا كده ب 70 دولار اسمها اي كيو ان تي اس 8000. دلوقتي ان احنا المفروض ان شاء الله هنفتحها مع بعض، هنجربها في الحوض، هنشوف هتسجل ازاي، هل هتقدر تنفعنا فعلا. ما خرجش اتكلم كتير، تعالوا نخش على التفاصيل. دلوقتي ده شكل الباكينج بتاعها. هنفتحها نشوف ايه اللي جوه وايه التفاصيل اللي احنا هنبص عليها. ده شكلها من بره، شكل الباك بتاعها. ودي الكاميرا. ده شكل اكشن كاميرا عموما في العموم. ده الكيس اللي هي بتبقى جواها عشان تحميها في التصوير تحت المية. بتتفتح كده والكاميرا نفسها بتخرج منه. بعد كده بتركب تاني جواه و تبقى في الكيس دي. طيب قبل ما نشغلها ونبص على بقية الحاجة، خلينا نبص ايه اللي موجود في العلبة. ونرصهم حاجة حاجة. دي اجمالي الحاجات اللي موجودة جوه العلبة. طيب سيلفي ستيك او الستيك بتاعتها عشان تقدر تصور بيها على مسافة بعيدة، وده اللي بيركب فيها من الجزء اللي تحت عن طريق المسمار ده. هنغيرها دلوقتي بحيث ان هي تقدر تركب في اي بقى ايه تول من التولز دي. دي بتركب في العجلة، في الدريكسيون بتاع العجلة من هنا، وبتربطها بالمسامير دي، وبعد كده بتركب الكاميرا هنا بحيث ان هي تقدر تصور بيها عن طريق العجلة. ده تول بتتلبس في الراس بحيث ان انت هتتسلق بيها او اي حاجة زي كده تقدر تلبسها وتعلق الكاميرا فوق وتسجل كل اللي انت عايزه. دي تول بتلزق على الازاز، هنجربها بحيث ان هي تتثبت على ازاز وتقدر تصور بيها برضو براحتك تماما. ودي لو انت هتخرج الكاميرا بره البروتكشن بتاعها بتحطها فيه بحيث ان انت تربطها في اي تول. ودي بتتربط على الايد، تقدر تربطها على ايدك باي شكل كده مثلا،
وتبقى سايق او بتعمل اي مغامرة فتقدر تسجل الكلام ده. ودي تول مخصوصة للغطس. الكاميرا بتتركب هنا وبتبقى متعلقة دي عشان لو وقعت ما تقعش منك، تطفو على وش المية دي مليانة هواء مضغوطة، بحيث ان هي تساعد في الموضوع ده. وده التشيك بتاعها اللي هو بيتغير في الباب بتاع الكاميرا من هنا عشان ما يخش لهاش اي مية. طيب عندنا ايه تاني؟ خلينا نشغلها نبص كده، بص عليها، افتح اللوك. في الباور بتاعها من فوق، نظبط بس الفوكس عليها. الكاميرا دي المفروض تصور لحد 4K، وده ريزولوشن عالي جدا. ركب لها كارت ميموري من هنا، متشتغلش الا بي، و مكان للشحن، و HDMI كيبل او ميني HDMI كيبل. سعرها في مصر 1400 جنيه، احنا بنتكلم في تقريبا 70 دولار يعني. فهي بتوصل كمان وايرلس، بحيث ان انت تبص على الموبايل هي بتصور ايه، بكونكشن بتنزل البرنامج على الموبايل فتبص على الموبايل هي بتصور ايه، وفي نفس الوقت تقدر توصلها بالكمبيوتر عن طريق كيبل وتشوف هي صورت ايه. فاحنا هنحطها في الحوض ونجرب نصور بيها، وبعد كده هنحط الفيديوهات اللي صورتها بحيث ان احنا نقدر نحط يكون الريفيو عجبكم، وان شاء الله اتمنى لنا التوفيق كده في استخدامها، ان هي تقدر تعمل لنا اسراء للتجربة بتاعت اسماك الزينة ان شاء الله. اشوفكم على خير في فيديوهات جاية جديدة كتير. ولو انت عاجبك المحتوى بتاع القناة او مهتم باسماك الزينة، بتقدر تعمل اشتراك او سبسكرايب. ولو الفيديو عجبك تقدر تعمل لايك وتعمل شير لاصحابك، بحيث ان هم يتفرجوا على التجارب اللي احنا بنقعد نعملها دي. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.